السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني وأخواتي متابعي قناة تربية الغنم وقناة تربية الغنم في شمال إسبانيا أبو علي. مرحبا بكم عند الأخ أبو زكري. شوفوا سبحان الله العظيم اليوم تزاد عنده واحد الخريف ما سبحان الله أخوان. ورينا أخويا أبو زكري هذا الخروف كيفاش تزاد. سبحان الله العظيم سبحان الله أنا فستو ما شاء الله هذا الخروف الإخوان تزاد عنده واحد رزل ناقصة ما شاء الله سبحان الله. يا كما تشوفوا انا هذا فستمو الصباح تتولد ومسيت عدى وشوفوا ما شاء الله تبارك شد الله الا سبحان الله دابا هذا راه غيعيشو بزكري هذاك غيلوحوه وانا نقول لي زقا هذا غتخليه ليا. تكلم انت سيدي مع الجمهور ديالك بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله اخواني اخواتي متتبعين قناه تربيه الغنم. ما شاء الله الاخوان اليوم زيت مع الصباح 60 نعزات والدات وهاد النعزات والدات قبل الوقت ولقيت معاهم هاد الخروف هذا ما شاء الله تزاد معاق سبحان الله العظيم سبحان الله. ها انتم الاخوان شوفوا الرجيله كيفاش عنده ها ولكن راه الخروف راه مزيان بصحه زايده ما شاء الله سبحان الله. الرجيله عنده ناقصه هرج الاخرى سبحان الله راه الضفر راه واشتي هو الضفر عنده الضفير عنده الرجل الاخرى عاديه وهذا الرجل هذه ناقصه سبحان الله العظيم عنده ثلاثه الرجلين ورجل اخرى ناقصه ما شاء الله. ولكن غادي يحاول يعيش ابو زكري ان شاء الله بحول الله 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 فيه وهما راه كانوا بغاو يلوحوه ما بغاوش ولكن انا بدي غتخليه ليا هذا الخريف ان شاء الله غير ربي شوفوا ما شاء الله غيبقى عنده تحفه ان شاء الله وغنبقاو نشوفوه حتى يكبر ان شاء الله بحول الله وغنعود ندير لكم فيديوهات عليه وفاش يولي يزيد فاش يسد الصحه ديالو يدير الخويرصه ويولي يتمشى على ثلاثه الرجلين سبحان الله وغندير لكم فيديوهات عليه. ها انتم ما شاء الله دابا شوفوا الرجيله ها هاز الرجيله سبحان الله تلقى عليها وزكري تلقى هاز لا تلقى باقي مسكين ما عندوش الفواش لا تلقتيه يطيح معايا الله مزيود باقي ما راضعش وراه كيرضع مسكين سبحان الله العظيم لا بغيت يرضع وزعما راه بصحه زايده راه في الذات ديالو غير الاعاقه اللي وزوين عنده الودنين شخمين واللويين حمر ان شاء الله غادي نربيه وغنبقى نوريه لكم وسبابيلا وكيرضع تبارك الله مزيان صح الله إلا كيرضع ما شاء الله خدام كيرضع مسكين وبحال هادو الإخوان تيتزادوا عندنا بحال هاد الأشكال بزاف هاد النوع هذا كله إعاقة ديالتو تيتزادوا بزاف عندنا في هنا مع تتولد ألف ديال الغلم راكم عارفين لا بدا غادي تخرج شي حاجة ما هياش المشكل هاد المشاكل هادي كاينة في وكتكون تمن الدم كتكون تمن الدم علاش كيبقاو الفاصلة كيخليو من ولاد النعاش كيما نقولوا حنايا كيخليو خروف ولد نعجة كيجي كيتزوج مع اخته كيكون كيكون خلاف في الدم وكيوقع دابا من هنا لقدام ولاو هما تيحاولوا باش يتفاداو هاد المشاكل هذه ولاو دابا تيديروا لهم لا دي ان اي الدم باش يتفاداو هاد الشيء هاد المشاكل ديما دابا ولا الحولي فاش تيعرفوه بلا قدام في الكوري ولاو تيحيدوه باش ما يوقعش خاصو يدوز واحد المده صافي ويتحيد يتحيد باش ما يسكل سمو ولا صافي باش ما يوصلش لهذاك لحقاش هاد الشيء ديال الاعاقات راني قلت لكم غير من ناحيه ديال الدم من ناحيه الدم هادشي هو اللي كاين هادشي سبحان الله العظيم كاين حتى في الانسان حتى في الانسان سبحان الله العظيم كاين الله يستر اللي تيكون بحال هكا الفاصله مقاده كاين اللي تيولدوا مونغول سبحان الله العظيم هادشي كاين حتى في الانسان شلنا حنايا سبحان الله العظيم وكاين حتى في الانسان سبحان الله ما شاء الله صلوا على النبي اللهم صل على مع هذا الخريف هذا راه غادي نتهلا فيه وغندير معاه مجهود غنضطر ندعو ونتهلا فيه ان شاء الله معاه يطول لي العمر وانا راه بقى في هذا الخريف داك الشيء علاش ما بغيت نخليه يلوحوا حقاش الخروف مزيان وهزوا كاع الخرفان الزوينين جابوهم وهو خلاهم وحتى هو زين تبارك الله ولكن عنده العيب غير في الرجل وخلاه هو انا درني خاطري والله ودي اخويا عبد الهادي لا راه عارف راه عيط لي قال لي اجي عندي لك واحد المفاجاه جيت كنجري من الدار لقيتو شاد الخريف قال لي هذا راه بغى يلوحو ولكن غادي نربيه انا سبحان الله ما بغيتهمش لحقاش الخروف صاحبي راه بصحه زايده لا حتى حنا هذا الشيء عندنا في الخدمه اخويا ابو زكري شتي الخروف مزيان اعاقه ولكن راه غيجي غادي يعيش ان شاء الله بحال واحد جدي كان عاد حميد كيتمشى على رجليه اللورانيات كان هو رباه ان شاء الله هذا غنتهلا فيه مزيان غنعود نردعو واخا ما نكونش انا خدام غنجي نردعو ان شاء الله لا راه يتعلم يرضع غيولي يوقف على رجليه بثلاثه ويرضع نقول لك انا في هذه الايام في هذه الايامات ان شاء الله نزيد نردعو واخا نكون ما خدامش نجي على حسابه نردعو الله يجازك بالخير ما تنساوش تشجعوا الاخ ديالنا ابو زكري
وراه غادي ندعموا القناه ديالو بلايك عليه ونوري لكم الصحه ديالته كيفاش ولات وكيفاش ولات يتمسى ان شاء الله. هادشي راه فيه التعب التعب اللي كيضرب بزكري هنايا راه ما كيضربوش شي واحد، راه هو اللي مقابل الولاده، هو اللي كيضرب التعب بزاف، هو اللي كيرد على الخرفان، هو اللي كيكبرهم، عنده شويه ديال التعب، هو اللي كيولد، هو اللي كيعاون النعاش كيفاش كيولدوا، اللي ما قدرش تولد كيولدها، راه هو اللي عنده الخدمه بزاف. اما الانسان اللي كيجي عير كيحلب وكيمشي في حاله راه ما عنده مشكل. اما المشاكل راه كاينين هنايا في الولاده. يعني مول السيت هو راه وامسك راني الصباح ما على بالوش بهذا الشيء، ولكن انت هو اللي مسؤول على هذا الشيء. اي والله يعاونك ابو زكريا اخويا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تبارك الله يا سيدي. مع الخريف. انا عجبني الصراحه. زوين. مع الخريف يطول لي الله العمر. وتشوفوه كبير وتيزيد ان شاء الله غادي يعيش ان شاء الله. هذا هو مشى بوحدو لسميتو هو تعلم هذا صافي راه غير المره الاولى الثانيه الثالثه كيتعلم من راسو كيولي يمشي يرضع بوحدو سبحان الله. شوف هذا مسكين معايا الله مزيود ليه باقي ما عارف شو هذا راه ورضع الرضع الاولى والرضع الثانيه دابا ولا تيرضع راسو هذا دروك غادي نديوه نحطوه في الماكينه يعود يرضع راسو يعود يرضع بوحدو راه وجد لهم الماكينه الاخ ابو زكري راه هي فينا هيايا صافي راه وجد لهم الحليب تمايا ودار لهم الرداعات ها هما لصقهم هنايا ها هما لصقهم يلا لصقهم عاد دابا كلشي جديد وغادي يتلاقهم هنايا كيبقاو يجيو يقلبوا عليها الروسهم ويرضعوا دار لهم الجال ومن يكثروا الخرفان يقدر يزيدهم ها وحده اخرى وها وحده عاوتاني يقدر يزيدهم يدير لهم اربعه ودابا الخريفات الاخوان راه مع ايتامه واه هادو راه ايتام هاد الخرفان هاد ها الحليب اول حليب بدا كيطلع والماكينه راه فيها 52 ديال الحراره ياك ابو زكري دابا فيها 52 توصل الخروف 40 درجه راه داكشي راه مجهز حليب راه غبره كيتحط هنايا راه باقي واحد السيده هذا راه نيدو لا هذا هو اللي كنا كنديرو به القهوة ولا هذا حليب حليب عادي هذا هو الحليب اللي كنشريوه حنايا هما راه كيبقاو يجيو هنايا ويرضعو هو حطهم هنايا اللي رضع بوحدو صافي راه غادي يجي يرضع واللي شافو ما رضعش راه غادي يزيد يرضعو هويا ضروري وراه فرش لهم التمن هنايا باش يتعلموا يرضع كان عير الأرض راه فرش لهم دار لهم الكامه هنايا باش يبقاو سخان ما خاصهمش يبقاو منهم الارض هاكا انا كبرت الجديه اللي عطاني الاخ عبد الحميد تحيه الحميد تحيه المنبر تحيه لخويا عبد الحميد من هذا المنبر هذا راه غنزيو نزوروك ان شاء الله ونجيبو جديان حقي خصني نعطيك الشعب ديالي شي خروف دي معاك لا لا تربيه خاصني جديان شي جدي عندي ثلاثة جديان في الدار تبارك الله تنهبطوا عند حميد ونجيبوا الجديان ان شاء الله ان شاء الله مالاغينيوس وانتم كما تشوفوا راه الدنيا هنا كلشي لا لا نقي تبارك الله هذاك هاد البلاصه هاد الصاله هادي راه خاصه غير بالخرفان اللي كيتزادوا غير الخرفان الصغار صافي حتى كيكبروا الماكينه ديال الحليب هنايا وراه مبريباري لهم كلشي هنايا على الخرفان خاصه بالخرفان ابو زكري قال لي غنرد على صحايبي ما نفرطش فيه. غادي يرضع مزيان ان شاء الله. خير يرضع مزيان. صافي راه بدا يرضع مسكين شوف سبحان الله العظيم. شده.